تبعيه ويقول لك بشار رانا مغبون، تروح البشار دير لك فيديو شي زين. في إطار تسجيل برنامج رئيس الجمهورية الهادف إلى تعزيز الأمن المائي صون أتراك بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمناجم وفروع صون أتراك، نعمل جسر جوي لتسريع شوية التوريد نتاع التجهيزات المضخات واللوازم واللواحق نتاع المشاريع هذه. والجسر الجوي هذا راح يدوم مدة أسبوعين، يضمن 10 رحلات، وش يمكننا إن شاء الله باش نكونوا في الموعد المحدد لإنجاز هذه المشاريع. نشهد اليوم بفضل الله وصول أول شحنة من المضخات القادمة من دولة اليابان. هذه الشحنة المتمثلة في مضخات الداعمة المعززة بأنظمة استرجاع الطاقة، والتي ستكون في قلب المحطات الأربعة: محطة الطرف، محطة بجاية، محطة كاب جنات، ومحطة فوكا.